السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ الحمد لله عاملين ايه في البرد؟ الحمد لله تمام. طيب نتوكل على الله نبتدي. اوكي، بسم إن الله شاء الله. الرحمن الرحيم. بصوا، عايزين مشاركة بقى، الله يكرمكم. مش نقعد نقول نشوف الصورة الأول، مش نشوف الصورة الأول. أوكي ماشي، أوكي توكلنا على الله. بس اللي جنبه طفل يا جماعة، ما يدخلش معانا بليز. كيس نمبر 1، مين معايا؟ مين معايا يا شباب؟ دكتور ماجد، دكتور علا، مين؟ ماشي دكتورة دكتور علا. دكتور. طيب اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. ده بيشنت كان جالي العيادة، 71 years old، والليجنز اللي عنده على اللور لمب of 3 years duration. تمام، خلينا نبص على بقية الصور. تمام، في زي ما انتم شايفين كده الليجنز اللي هنا دي، انا مش هقول هي ايه، انت هتقولي لي. اوكي، another lesions على التوز. اوكي تاني صور اهي، دي اول صورة. اوكي الصورة التانية، الصورة التالتة، dorsal of the foot، التوز. What do you think؟ قولي لنا بقى. هو بنتكلم كده اسكليروتك شوية. هي سكليروتك شويتين. اوكي يس، كويس ان الصورة مبينة. What else you can notice؟ شايفة يعني زي bilateral symmetrical كده، lesions. ماشي تمام، hyperpigmentation و هايبر lichenification بيجميتيشن. اوكي تمام، او الديوريشن بقى هنقول والسكين افضل، سكليروتك ولايكنيفيكيشن برضه. والسكين ايه، سكليروتك، وايه تاني؟ سكليروتك اند وات از ذس؟ وشايني كده. دي يس ألسر دي ولا يس، ايه؟ ذس از ان ألسر. تمام، وذوز ار ألسرز برضه تمام. اللي على الدورس اوف ذا فوت. اوكي، ودول برضه بولي. تمام. اوكي، هنا ألسر على الأطراف من ودي على هيموراجيك كمان التوب. اهي. اوكي، لو if you can notice دي هيموراجيك بولي. تمام، ودي بقى مش مبينة حاجة. دي زي داخلة بقى في الفانتيزيس يس ولا في ال يس يس. وات ايلس غير الفانتيزز؟ الفانتيزز ايه اسمها؟ الفانتيزز ايه اللي بتيجي بعد مش فاكرة، مش الليمفيديما؟ فاكرة. That follows lymphedema. اللي هي اللايبودرماتوس فيلوزيس. الايفنتيزس فيروكوزا نوستروس. تمام، طبعا في ايوه لايبودرماتوسكليروزز ابتدت، اللي هي السكليروزز اللي انت حاسه بيه او شايفاه يعني، بس طبعا يتحس اكتر. اوكي، انت حاسه ان في ريستراكشن هنا في الايه، يعني الاريا في اللور ليج شكلها ثينر ذان ذات اوف ذا ابر ليج. اوكي، فده بدايه اللايبودرماتوسكليروزز، هو لسه مش باين قوي، مش يعني مش ويل فورمد، بس في ايه زي ما انت قلتي اللي هي الليمفيديما اللي عملت الركوزه، اللي هي ايه، الليفانتيزس الليمفانتيزس فيروكوزا نوستروس. طيب بالركوب. وات ايلس برضو احنا تمام. شايفين هنا؟ الالسرز اللي موجوده. تمام، الديستريبيوشن بتاعها ده مع ايه، يعني الالسر دي مع ايه، والالسرز اللي هنا دي مع ايه؟ مع التروما. مع التروما. حد له رأي تاني؟ الألسر دي مع ايه يا جماعة؟ هي الفينس انسفيشن مع الفينس انسفيشنسي. فينس بالظبط اوكي. كده، الفينس ألسر، فينس انسفيشنسي ألسر، اللي بتيجي فوق الايه؟ ليه انتي قلتي فينس؟ فوق ميديال الميديال. مالي. بتيجي فين يا دكتورة مي؟ ميديال مالي. او above the medial فوق malleolus. الميديال برافو مالي. عليكي، برافو عليكي، هي جايه فعلا above the medial malleolus. تمام،
وكمان عندنا حاجة تانية تقول انها دي حاجة. تمام، خلينا الاول نكمل الحتة دي. اوكي، دي ايه ده؟ التوفي توفي بلانش بلانش، وده برضو بيجي مع ايه؟ مع مالفينس الفينس انسفيشنسي. انسفيشنسي. بالظبط كده، هي ستيج من الستيجز بتاعت الايه، الفينس انسفيشنسي ستيج 2. تمام، وانس حصل ألسريشن يا جماعه، زي اللي احنا شفناه من شويه، سوري اللي شفناه من شويه ده، يبقى احنا وصلنا لستيج 3. تمام، طالما في ألسر سواء هنا او هنا. تمام، طيب الألسرز بقى الباقيه اللي هنا دي مع ايه؟ حد تاني ولا علا هتعرف تجاوب؟ ها، هي بانش اوت هي الاكسبوجر ده ارتيريا. الكيمياء محمد هي بيقول ايه؟ ارتيريال. برافو، برافو، نو ارتيريال. ليه بقى؟ لانها جايه بريفرال، ويل ديفايند ايوه، ويل مارجن ديفايند مارجن، ومحتاج كده بانشد يعني اوت ايدجد، بانش اوت وموجوده موجوده فين؟ والسايد بتاعها في السايت بتاعها اللي هي ايه، في البريفرال اريا. على وبعدين انا الدرس عايزه اوريكم حته شويه، ده بقى الهيموراجيك بولي اللي هنا دي. وبص، هو عنده كل انواع الالسر. بداية جنجرين ايه ده؟ كان جاي لي من يومين او ثلاثه بس. يو بس يو هيمورازيك انفاركس يا دكتور انفاركس الاول حد سالني هو عنده اي سيستميك ديزيز ولا لا. احنا مش المفروض ان احنا ناخد جود هيستوري من العيان اللي عنده ليج ألسر يا جماعه؟ طيب نسال تمام. عن ايه بقى؟ نسأل عن سموكينج. سموكينج يا سموك دكتور طبعا، ماشي، اوكي. وات از ديابيتس دايابيتس؟ ديابيتس هي واز ديابيتس دايابيتس. اوكي، this is important. لازم كنا نسأل، يسألوني يقولوا لي يا جماعة العيان ده diabetic ولا لأ. اوكي، طيب what else برضو ممكن نسأل عليه؟ ال age مهم في ايه؟ احنا عرفنا ان هو above 70. ال age هنا مهم في ايه؟ هيرجح لي اثيروسكلروزيس اكتر الحاجات اللي فيها atherosclerosis. تمام، بالظبط كده. اوكي، بينما ال younger age اكتر مع ال venous insufficiency. هو الحقيقة عنده ال venous insufficiency ده بقاله فترة طويلة. اوكي، والارتيريال ده بقى اللي ايه، اللي هو اللي جاي يشتكي بيه دلوقتي. بس الليجنز اللي هنا دي شيل بلينز، الثلاثه اللي هنا دول هيموراجيك بولي، دي كانت لسه يعني ريسنتلي نوتد، بقى لها كام يوم بس، في الكام يوم الباردين الاخاره دول. اوكي، بس يعني نخلي بالنا ان في ألسرز ريليتد للارتيريال انسفشنسي اللي هي دايما بتيجي برضو على البريفرال اسبكت دي. اوكي، مع بس طبعا الفوت اتوقع ان انا احسها ايه، بلد ساقعه. ساعة عشان ايه؟ اولا عشان موضوع الشيل بلينز والديفكت اللي في الايه، في البريفرال سيركيليشن ماشي مع الدايابيتس ومع الكولد ويذر. تمام، وكمان ان انا ايه، الاقي ايه تاني يدلني على انها حاجه ارتيريال، البريفرال بريفرال بولسيشن بالسيشن. برافو يا محمد، هلاقي فيه ايه بقى؟ هتحسه ازاي؟ الدورسالس دي الدورسالس فيه ايه؟ الدورسالس دي هنشوفه فين بقى؟ هنا اهو. في الـ على الـ على الميديال اللاترال بتاع الاكستنسور هالوشز لونجس الاريا على دي، دورسام كده مع مع الاريا دي تمام، تحسه هتلاقيه مش محسوس. ايه تاني ممكن نعمله برضو ياكد لي ان البريفرال سيركيليشن وحشه؟ دوبليكس لا، الدوبلكس ده عشان الفينس. نلاقي لوس اوف هير طب وشايني ده اتروبيك كلينيكال، سكان برافو. بس احنا ممكن نعمل ايه؟ نقيس البلاد بريشر فين؟ على البريكشال وعلى ولا الار الميديال؟ برافو عليك. هنلاقي ايه الفرق ما بينهم؟ هل ايكوال؟ في ماركت ديمينيشد في بالظبط اللور كده، ليم برافو عليك. خلاص، يبقى احنا نركز يا جماعه، لما نلاقي الالسر جاي على above the medial malleus ده مع الفينس، انما زي ده، انما اللي احنا شفناها من شويه دي، شويه تاني دي، ده ارتيريال. تمام، طبعا الشيل بلينز ده هنلاقيه دلوقتي في اي حد، مش شرط يكون البريفرال سيركيليشن بتاعه وحش، بس ممكن يكون ايه، بيمشي في على البلاط او ساقع او مش بيدفي رجليه كويس. طبعا اكتر مع الناس اللي عندها مشكله في البريفرال سيركيليشن، دايابيتك، عنده رينولدز ديزيز، مدخن، اي حاجه من هذا القبيل. تمام، فنركز بس على الايه، التايبس اوف السرز اللي في الليج، وزي ما قلنا الاليفانتيزيس فيروكوزا كيو بتاع ده، اليفانتيزيس فيروكوزا نوستراس، عشان ايه نميزها. ودي اصلا ريليتد اكتر مع ده، مع الايه، مع الفينس انسفشنسي، لان بيبقى في ليمفيديما، والليمفيديما هتعمل لنا ايه، لايكنيفيكيشن في السكن، اللي هو هيدينا زي الوارتي لايك ليجنز اللي موجوده دي. تمام، طيب التريتمنت بقى، انا دلوقتي عندي حاجتين، فينس وارتيريال، ده هعمل معاه ايه؟
هلبسه بتاع ده ستوكينج ولا مش هلبسه؟ مش لا هيلبس هيلبس. طبعا، لان انا اهم عندي دلوقتي الارتيريال، اصلا الهيلينج في البيشنت ده هيبقى فيري باد، فده المفروض يتحول على طول على حد ايه، جراحه اوعيه دمويه عشان يظبط له الدنيا. اوكي طيب، اوكي ده اول حاله، والانفستيجيشنز والمانجمنت والكلام ده. طبعا انا بس از ادرماتولوجيست اي هاف تو ديل وذ ذا السرز اللي انا اي كان سي يعني. اوكي ممكن اديله حاجه تساعد الهيلينج، تمام. هل ادي توبيكال ولا سيستميك انتي بايوتيك ولا ما اديش خالص في الحاله دي وليه؟ دلوقتي مش شايفين يا اي دكتور انفكشن، نعمل يعني ايه؟ بندي ندي ولا ما نديش؟ ما فيش سكن. لما يكون في سكندري بالظبط، بكتيريا لو في انفكشن هنا سكندري ما فيش. انفكشن حدي اوكي بالكالتشر. طب ليه ما اديش لو ما فيش توبيكال ولا ادي توبيكال؟ توبيكال بعمل هيعمل اريتيشن على توبيكال الدرماتايتس، ليه بقى؟ عشان الفينوس ألسر. يو سيدي بيقلل بالظبط، الهيلينج الفينوس ألسر. عشان بيقلل اوكي الهيلينج برضه. انما انا لو عندي ارتيريال بس وشايف ان انا ممكن ادي انتي بايوتيك توبيكال يعني مفيش مشكله، انما لو معايا فينوس لا ما اديش توبيكال. لو انا عندي انفكشن ماشي ممكن ادي سيستميك، اذروايز لا يا جماعه، بس اي حاجه تساعد الهيلينج وخلاص. اوكي وكده كده ده هيتحول. طيب اوكي النكست كيس يا شباب، مين معايا؟ انتوا كلكم ما شاء الله بتردوا مع بعض، بس عايزين واحد الاول كده ياخد الشوك الاولاني. محمد أنا هيبقى مع ايوه حضرتك يبقى يا دكتورة راجل غادة. جدع. ايش يا محمد؟ 35 years old lady عندها lesions دي of 2 weeks duration، تمام. بعد فترة تمام حضرتك. جت الليجنز اتغيرت بالمنظر ده كده. اوكي what do you think؟ تمام حضرتك. سهلة دي. هي في حاجة تانية؟ في الفيرست الصور اللي كانت في الاول هي بايلاترال وسيمتريكال على الديبندنت ارياز اللي هي تمام اللور لمبس، وهي شكلها كده بربيريك برافو ليجنز ان فيها يعني لونها كده داسكي ريد، تمام. داسكي ريد، وفيها حاجات بابيولز وفيها حاجات وصلت لباتشز انا وفيها حاجات قبل الايه كواليزد قبل مع التايم بعضها. تمام، زي ما انت قلت كده برافو، ان هي جايه بايلاترال اند سيمتريكال، وده هيخلينا نفكر في ايه، وان هي بيربيريك ليجنز. في الاول وي هاف كيوتينيوس الاول فاكينوس عايزين فاكينوس نديفرنشيت البيربيريك ليجنز دي، هل هي ايه ولا ايه؟ هي بتيكي في حاجات منها بتيكي وفي حاجات منها هل هي palpable بالبابل ولا نوت palpable ولا non بالبابل. palpable؟ طيب هتفرق لي في ايه بقى يا مي؟ بالظبط. هتفرق في ايه؟ نعم اشوفها palpable ولا non palpable؟ هتفرق في البالبول، هيبقى دخلت في برافو عليك الفاسكولايتس. برافو عليك، يبقى انا اللي يهمني في الموضوع انها palpable ولا non palpable، لان ده هيغير لي diagnosis. Is it only purpura؟ تمام، يعني extravasated RBCs وخلاص، ولا vasculitis؟ تمام، في الفاسكولايتس تمام هيبقى فيه حضرتك. inflammatory infiltrate مش بس اكسترافازيتد ار بي سيز، وعشان كده هتبقى بالبابل لانه في فلويد كتير في المنطقه، تمام كده. طيب ده بقى ايه تمام. حصل بعد كده؟ بولي، ده هيموراجيك بولي. بولي، تمام اهي برضو مراجعة. جاي في الديبندنت ارياز، تمام. طيب ايه بقى اللي احنا هنفكر فيه، او يعني اولا الدايجنوزز احنا قلنا فاسكولايز، تمام. طيب ويتش تايب وايه الاسوشيشنز وايه الانفستيجيشنز ممكن تعملها؟ هو البولي الكبيرة دي ممكن تخليني أفكر شوية في الحاجات اللي هي بتبقى واخدة الميديم سايز، زي ممكن اللي هو الكرايجلوبينيميك تمام فاسكولايتس مثلا. الأسوشيشن إحنا هندور على حاجات كتيرة، بس هنبقى تارجت الأول إن إحنا ندور مثلا على هيباتيتس سي، تمام ندور على سيستيميك لوبس اللي هي سيستميك الأوتون ديس لوبس أوردر، هيجي مع خصوصا ايه لو بقى؟ معاها بقية كتير. اي تايب من الفاسكولايتس اللي هيدينا اللي هيجي مع السيستميك لوبس؟ الكرايكلوبينيميك لا الارتيكاريال الارتكاريال فاسكولايتس. في الارتكاريال بس بس هل دي شبه ارتيكاريال فاسكولايتس؟ لا لا برضو حضرتك مش طيب خالص. لا انا بقول لك اسوشيشنز، يعني هتقولي ان في اذر سيستم افكشن، يعني اذر سيستمز انفولفد اذر ذان ذا سكن. انا ما طلبتش منك بالظبط ان انت توصل لي حاول ديفينيت دايجنوزز، لان ده مش هيجي من نظره، مش هتبص على الحاله هتشرح لي، لا انا عايزاك بس تقول لي هندور في ارثرايتس ولا لا،
هندور في جي اي تي مانيفستيشنز ولا لا، جي اي اوكي، تي. رينال مانيفستيشنز ولا لا، دي اهم 3 حاجات ادور فيها، تمام. فانا هدور بالظبط. لازم عشان ده فاسكولايتس يعني سيستميك ديزيز، اوكي، فبالتالي انا هدور على الاكتر اورجنز او سيستميك اورجنز اللي ممكن تبقى افكتد. ايه اكتر حاجه؟ ارثرايتس. ودي هتسالها العيانه ازاي؟ هتقول لها في وجع في مفاصلك، هتقول لك اه. أمي هو يا رب، ما انت عارف ان هو ما جاش. لا يا ريت يعني يا امنيه، اول ما تتكلم في التليفون او جنب حد، حد جنبه بيكلمه، يا ريت نقفل بس. هتفضل يا محمد. ها بعد كان نكمل بقى نسأل العيان ده على الجي اي تي سيمبتومز، سواء كانت مثلا ابدومينال بين او كان معاها بليدنج، اللي هو جي اي تي بليدنج لو حصل انترسبشن او تمام. اوبستراكشن او طب حاجة. انا اعمل ايه تحليل عشان اطمن اذا كان عندها جي اي تي افكشن ولا لا، غير ان انا سالتها وقالت لي مثلا اه في ابدومينال كوليكس، المفروض ساعتها بقى قالت لي اه في ابدومينال كوليكس، هعمل ايه؟ اه بنعمل حاجة كلاب وبنعمل حاجة طب قول. ايميجينج. اللاب ممكن نعمل اللي هو يعني اللي هو البلاد ستول انستول مثلا، اناليسيس ندور على بالظبط البلاد كده، انستول. اشوف اذا كان في بلاد انستول ولا لا. تمام. والايميجينج ممكن نعمل لو شاكين مثلا في انسسبشن او حاجة، التانية هتبقى جايه يا بتصوت، اما نعمل سي تي ابدومين. السسبشن ده هتبقى جايه بتصوت، اه يعني بالظبط مش بس انت هتسالها، انت مش محتاج بالظبط. تسالها، دي مش هتجيلك، هتروح على طول على حد بتاع جراحه او جي اي تي. تمام، خلينا ماشي. يبقى احنا هنعمل بالظبط. ابسط حاجه، هنعمل ستول اناليسيس عشان تديتكت اني بلاد او ميلينا. تمام. طيب ايه تاني هنسال عليه؟ قلنا الرينال افكشن. رينال افكشن ده هاو كود وي ديتكت؟ بنعمل صح، يورين اناليسيس نشوف اذا كان فيه هيماتوريا او اهو بروتينيوريا، ونعمل برضه الفانكشنز ممكن بلاد، بنعمل رينال بالظبط بروفايل، يوريا بالظبط. وكرياتينين. طيب وبالنسبه بقى للارثرايتس، الارثرايتس بيبقى من هي الكومبلين وهي بتاع ماشيه البيشنت هتلاقيها مش نفسه، عارفه تدوس على رجلها، ماشيه تعرج ولو طفل بيبقى بالظبط، مامته شايلاه. مش محتاج ان انت تسالها، اوكي، لان انت اي عيان مصري هتساله انت عندك وجع في مفاصلك هيقول لك يس، اي سؤال دايركت كويشن هيبقى اجابته يس، تمام، وهيحول لك المواضيع. فانت هو داخل بيعرج او داخل مش قادر يمشي او يعني شكله باين عليه ان هو تعبان وهو ماشي، خلاص يبقى هو كده ايه، عنده ارثرايتس كمان. طب ايه تاني ممكن يبقى موجود لو احنا بنتكلم على عموما يعني على السمول فيسل فاسكولايتس؟ هدور على ايه او اسالها على ايه؟ بنعمل ريفيو لبقية السيستمز عموما، يعني مثلا ممكن نعمل للسي ان اس مثلا، ازاي؟ بنطمن على بنسأل العيان ده اذا كان معاه هيدك او في هيستوري اوف كونفولجنز او الحاجات او ويكنس مثلا. طيب ايه تاني اهم من كده؟ برضو بنعمل از اكوز، از لو اكوز، ال infection ايوه infection. ايه اكوز الانفكشن؟ في ال زي infection، انا الستريبتوكوكال بالنسبه لنا infection. تريتراكت انفكشن بالظبط كده، لارنجايتس مثلا، تونسيلايتس، عشان استريبتوكوكال الستريبتوكوكال انفكشن. infection. اوكي طيب وات ايلس ممكن اسالها عن ايه، او أسأل يعني البيشنت عموما يعني، والبيشنت دي بالذات اسالها عن ايه؟ ميديكيشنز. دراج برافو، الاب هيستوري يا دكتور. ازاي؟ خلي بالك انت لو قلت لها بتاخدي دواء هتقول لك لا، نعم. يو هاف تو منشن الحاجه اللي انت قلقان منها، هتدور على ايه؟ نون ستيرويدال انتي تمام. انفلاماتوري والاو سي دراج بيز، ايوه الاو سي اورال بيز، كونتراسبتيف. تمام. في فيميل الاو سي بيز مهمه جدا، من اهم الكوزز يعني. والايميونايزيشن لو العيانه دي اخذت ايميونايزيشن او ممكن يكون هو السبب. اوكي طيب، يبقى احنا قلنا الدايجنوزز احنا شخصناها كلينيكالي انها فاسكولايتس عشان في بالبابل بيربرا وعشان هي جايه في اللور ليمب، وزي ما قلنا كده ايه شويه الفايندنجز اللي احنا اتكلمنا عليها، البولي والفيزيكلز كلها هيموراجيك، وبعدين دورنا على اذر كومبليكيشنز او سيستم انفولفمنت زي الارثرايتس وزي الرينال افكشن وزي الجي اي تي افكشن، عرفنا ندور عليهم ازاي. تمام، والهيستوري لازم هناخد هيستوري، جود هيستوري اوف انفكشن، بريفيس انفكشن، بريفيس ايمونايزيشن، وميديكيشنز. تمام، عرفنا اللي هي اللي اخدت ايه ولا عملت ايه، خلاص احنا تقريبا ايه وصلنا لنص الدايجنوزز. هي كانت واخده فاكسين قبلها، اوكي، دي من ايام الكوفيد، وهي كانت واخده الايه الكوفيد فاكسين
قبل ما تجيلنا على طول. وبعدين المواضيع بروجرس بسرعه بالمنظر ده، تمام. يبقى الفاكسينيشن هو السبب، يبقى انا كده ايه مع ايه ويتش تايب. الحاجه التانية طبعا لازم نعمل باثولوجي. حد يقول لي الباثولوجي بتاع الايه الوصف اللي احنا شايفينه هنا ايه ده؟ في دامج دي بلاد فايبرنت فيزلز ديبوزيشن، اللي هو فايبرنت الاندوثريال ديبوزيشن ان ذا دامج. بلاد فيسل وول، وده اول حاجه عشان الباثولوجي نشخص بيه ايه فاسكولايتس. بلس ماينس بقى يبقى فيه اوكلوجن. طيب والانفلتريت في ايه اللي نيوتروفيل، موجود ده؟ ايه نيوتروفيلز، برافو عليك. يبقى احنا نيوتروفيل ايه سيري ليكو ماسك. سايتوبلاستيك فاسكولايتس، تمام. طيب يبقى انا قلت لك السبب كان الفاكس، فايبرينويد كان ديجنرال. الفاكسينيشن، اوكي، وان هي كده ليكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس باي باثولوجي. المانجمنت بقى هتعمل لها ايه؟ في حاجات كونزرفاتيف شويه زي مثلا بيد تمام، ريست، برافو. العيان ده ليج اليفيشن اولا لو انت عرفت تكستوك. السبب وعرفت يعني خلاص مثلا ايه، هو بياخد الدواء الفلاني، هنوقف هنعمل سيسيشن ايه للدواء الفلاني، خدت الفاكسين الفلاني مش هتاخده تاني، اوكي. بالظبط سي انها عندها تماما. ستريبتوكوكال انفكشن، ستارت وذ تريتمنت اوف ستريبتوكوكال انفكشن، تمام. طيب ايه تاني بقى بعد كده؟ الكونسرفاتيف تريتمنت انها تعمل ريستنج زي ما انت قلت كده، اوكي. ممكن بعد كده معانا الحاجات التوبيكال زي مثلا توبيكال هيعمل ستيرويد، حاجه توبيكال وبعد كده بندخل، ولا اي حاجه؟ طيب مش خلاص، هو هيعمل مش حاجه لازم. بعد كده، ندخل بقى على اللاين اللي هو السيستميك. بالظبط. السيستميك كان اديها سيستميك كورتيكو ستيرويد اللي هو دوز كام؟ برينزولون. بندي بدوز ممكن توصل لحد يعني 1 مللي جرام بير كي جي، بس اعتقد ان احنا في الكيوتينس سمول مش هنوصل بص للدوز لو العاليه انت دي قوي. عندك سيستميك افكشن ستارت وذ 0.5 مللي بير كي جي، تمام. انما لو انت بعد ما عملت الانفستيجيشنز لقيت رينال افكشن او لقيت اي جي اي تي افكشن، اوكي، يو كان ستارت وذ ذا هاي دوز، تمام كده. هندي ايه تاني معاه؟ بس تمام. الكورتيكوستيرويد ولا هندي حاجه تانيه؟ ممكن ندي كولشيسين عشان او احنا دابسون بنتكلم برضه. على ليكوسايتوبلاستيك فاسكولايتس، انما لو هي اذر تايب اوف فاسكولايتس بالظبط. كرايو زي ما انت قلت مثلا جلوبيرولا، على حسب الكرايجرونيا، لو كانت مثلا اسوشيتد مع لازم نعمل هيباتيتس ايه سي بقى؟ هنعالج الهيباتيتس سي هنعالج تمام، الهيباتيتس اوكي. انترفيرونري بافلز. وهندفي العيان، وايه تاني ممكن نعمله له في الكرايجلوبرينيميا؟ هو مجرد ما بيدفى والسبب بيتعالج الدنيا بتتحسن. لو هو مش ها ويتش تايب اللي مش هينفع، مش هينفع معاه لو بقى مش الكلام ده من الكرايجلوبرينيميا، طيب ايه وين ايه تايب 1 اللي هو اسوشيتد وذ مايلو بروليفريتيف ديسوردرز، برافو عليكي. خلاص ده تيومر، واحنا ايه هنوديه بقى ايه يتعالج التيومر بتاعه، تمام. طيب ماشي الحال. ها نيكست كيس، مين معايا بقى؟ حد تاني؟ احنا فرمنا محمد، مع حضرتك يا اوكي. دكتور انا يلا بسمع. بسم. ده 13 years old male والليجنز دي of 5 months duration، تمام. وهنكمل بقية السؤال، تمام بس يا اصل هو دكتور. اداني نوتيفيكيشن هيخلص في كمان 10 دقايق. هي نفس الرابط يا جماعة لو أي حصل أي مشكلة، أوكي. ده بقية الصور، ال ear affected، تمام، ال nape of the neck affected، ال back، ال hands، forearms، palm، وال oral mucosa زي ما احنا شايفين كده. what do you think بقى يا دكتورة بسمة؟ يا دكتور هو احنا شايفين ايديمتس تمام اريثيمتس بلوكس on the تمام cheeks and the يعني nose، في الايه في المرر وفي اريا، تمام. بالظبط في المالر اريز، وفي عندنا وايت سكيلز، وفي كمان في السيبوريك اريز تمام، والاير. بوث ايرز على فكرة، بوث ايرز على فكرة. تمام تمام يا دكتور. وفي الباك كمان. طيب طيب what do you think؟ احط طيب ديفرنشال ما انا مش بصراحة، انا ما غيرك يعني مش differential عارفة والله. بالظبط. what's your differential؟ تمام. دي دي ال ال E E ممكن ساركويدوزس. sarcoidosis. which type of sarcoidosis لو احنا بنتكلم على sarcoidosis؟ وليه مجرد بس sarcoidosis؟ لأنه في erythematous plaques وليه؟ عشان فقلت جلد بيتقلب لازم sarcoidosis. تتحط يعني في كل حاجة.
بالظبط، وبرضه عشان جريت انجليزي بالظبط. ممكن ممكن كمان سيبوريك ديرماتيتس، ايه تاني؟ سورايسيس، بس هي جاية في الفيس. ممكن ايه كمان؟ قلت سيبوريك ديرماتيتس ممكن لوبس بلجاريس. وسورايسيس قلت لوبوس سيبوريك بلجاريس. لوبس بلجاريس. ممكن أكيوت إكزيما. اكيوت اكزيما، بس يبقى لها شهور. 4 شهور؟ لا لا، أنا قولي 4 months، مش عارفة. يعني هو جاي لي بعد ما بقت هي بقى لها تمام. عنده 4 شهور او اكتر، او 5 months كمان. تمام. هي involving the palms والسولز يعني البالمز والسولز، يعني ولا بس الصورة هنا للبالمز. ممكن كمان نقول ممكن نقول secondary syphilis؟ سكندري سيفلس. طيب مين متفق مع دكتورة بسمة ومين مختلف معاها في الدايجنوز، ومين عنده إضافة؟ هو ممكن سنين دكتورة كتر الأرجنتين سنين سنين أشار، كتر. دكتورة فاء. علي صوتك شوية دكتورة فاء. أنا وصلت. بقول لك يا دكتور ممكن نفكر بالبي ار بي. برياز روبرا فايلاريس. طيب ليه؟ ممكن نفكر في الـ في اللوب في الديسكويد لوبس والديستمينيتد. ديسكويد ديسيمينيتد لوبس. طيب في حد له تفكير تاني؟ ممكن سنين أشهر. سنين سنير أشهر اشر. انت عارفه الاول سنير اشر هي ايه؟ ده اوفرلاب بين بنفيدس فوليشيس ولوباس اريثيماتوزس هي مش بتيجي في السان اوفرلاب، اكسبوزد هي سنير اشر، هي سوبرفيشال تايب اوف بامفيجس. تمام، بس بيبقى معاها فوتو اكس، يعني فوتو سنسيتيفيتي، فعشان كده اسمها ايه؟ خلينا سامعين بعض. اسمها بيمفيجس اريثماتوزس. الاسم مش معناها ان في اوفرلاب خالص، ان هي لما يا جماعه اللي بيتكلم، يا شباب اللي بيتكلم يعمل ميوت. مي دكتوره مي اللي بتتكلم نعمل لها ميوت. محمود صبري. دكتور محمود صبري، يا مش عارفه هو فين، يعني اعمل نفسك ميوت يا دكتور محمود لو سمحت. مين ده؟ انا تسمعني حتى حد بيتكلم يا جماعه؟ انا ما عنديش صوت خالص يا هنعمله دكتور. ميوت. امي نظر تعرف الاذن ما في الكيان طبعا في الحلم يا الله. دكتوره زينب يا دكتور، دكتوره زينب الصوت من عندي. يا سلام، هدوء. ها نكمل بقى كلامنا. اوكي، انتوا قلتوا، معلش انتوا كنتوا بتقولوا لسنير اشر. السنير اشر لازم هشوف ايه؟ كراستيشنز. انا شايف كراستيشنز هنا. تمام، يعني انا عشان اقول سنير اشر يا جماعه، انتوا سامعيني ولا كلكم خلاص الصوت راح؟ طيب حضرنا سبب يا اقلب دكتور. الصور تاني عشان ايه الكلام، بس يبقى هي مش بيبقى فيها سيبويك طيب. اوكي، ديرماتيتس بيبقى لايك فيه ليجنز يا سيبويك دكتور. لايك ليجنز، بس لازم هيبقى فيه كراستيشنز عشان هي اصلا سوبرفيشال تايب اوف بامفيجس. تمام، يعني هيبقى فيه بولي او تمام. فيزيكلز، يعني خلينا نقول لانها هتبقى سوبرفيشال قوي، وفي الغالب هتبقى كراستيشنز. انا اي كان سي اني تايب او اني فورم اوف كراستيشنز اني وير. تمام، بس يعني محدش خد باله من الليجن دي، محدش خد باله من الليجن دي. ممكن تبقى اس ال سيمين بي جي يا تي. يا دكتور. سلام، برافو عليكي، ايوه كده، طب حاول اكيد حد يشرح الصدر. طيب ليه بقى؟ ايوه عشان في في اورال عمال ألسر اوريكم من ساعتها يا و جماعه، في صوره هنا، في صوره هنا، في بق اهي، بق اهو. تمام، طيب وعلى فكره he didn't notice the lesion in his oral mucosa, he was not complaining، يعني it's painless، هو ما خدش باله منها اساسا، انا اللي شفتها. تمام، فهي الفكره، انا يعني انا هنحط الدايجنوزيس دي كلها وهنفنطهم واحد واحد. اللي قال سيبوريك درماتيتس قال عشان خاطر احنا involving السيبوريك areas. تمام، يعني جايه في الفيس وفي الايرز وبيهايند ذا اير وفي السكالب زي ما احنا شايفين كده. اوكي، واللي قال سورايسز قالها عشان الايه، الوايت سكيلز او السيلفري وايت سكيلز شويه اللي موجوده دي. اوكي، بس يعني السورايسز ما بتجيش في الاير بالمنظر ده، صح؟ واللي قال ايه تاني، انتوا قلتوا سيفلس سكندري ستيج اوف سيفلس، اي كانت اجري، بس هي السكندري ستيج اوف سيفلس عشان يمكن اللي قالت كده قالت عشان البالم، اي جس، مش كده؟ مش كده يا شباب؟ اللي قالت secondary stage of syphilis فكرت فيه عشان البالم، مش كده؟ ايوه طيب بس البالم فيها البالم. اريثيما، يعني ما فيهاش ليجنز، يعني في اريثيما. واللي قال البي ار بي اعتقد هو فكر فيها برضو على اساس انه ايه، يعني احنا عندنا حاجه سورايسي فورم شويه، بس هي مش فوليكولر،
مش فوليكولار انديستريبيوشن اللي على السكن. وبعدين كلها بلاكس، والبلاكس بتاعتها يعني شكلها اتروفيك، يعني احنا لو خدنا بالنا من الفيس الليجنز في هايبرتروفيك زي دي وفي اتروفيك ليجنز مور اور ليس. تمام. والاير افكشن ده يا جماعه برضو مش مع البي ار بي. تمام. واهم من ده كله الاورال ليجن دي فضحت الدنيا، يعني الاورال ليجن دي مش هتيجي مع البي ار بي، ولا هتيجي مع السورايسز، ولا هتيجي مع الساركوزز، بس ممكن تيجي مع السيفلس. ماشي. انا كده ممكن اقول اه لو انا شفت الالسر ده افكر ممكن في الايه، في السيفلس. بس السيفلس في السكندري ستيج مش هيكون في عندنا برايمري ليجن على الجينيتاليا اوكي عامله سكارينج او حاجه، هي صح هتكون عدت يعني بقى لها مثلا 90 يوم ولا حاجه، بس مش هتكون سايب سكار على الجينيتالز، ولا انتوا ايه رايكم؟ مش هيبقى معاها، مش هيبقى هيكون يا دكتور. لينفاديناباثي، اه دكتور مش ما فيش هيبقى معاها سكارز. لينفاديناباثي جنراليزد لينفاديناباثي. تمام. يس جنراليزد طيب يبقى احنا ايه، لينفاديناباثي. استبعدنا برضو السيفلس. اوكي. يتفضل بقى اللي احنا قلنا عليه اللي هي ال اي، سواء بقى اللي فكر في الديسكويد او سيستميك. طبعا الديسكويد مش واقعيه قوي لان الموضوع ايه، اكستنسيف قوي. اوكي. بيسايدز ان الايه، الايج ده صغير، الايج الصغير اكتر مع السيستميك مش مع الديسكويد. والديسكويد ال اي ليجنز بتبقى بارت من السيستميك ال اي، يعني ان احنا بنشوف ديسكويد ال اي ليجنز دي وان اوف ذا كومبوننتس اللي احنا بندور عليها في السيستميك ال اي. ماشي يا جماعه. طيب هو طبعا كل ده وبس يا دكتور اكمل الفيكس، آه بس هو ماشي هو اللي خلانا معاكي، نفكر بس في برضه السكواد حطوا لوبس. كل حاجه يا جماعه في دماغكم. اوكي. يعني مش عشان هو ميل يبقى خلاص مش هي، ما ينفعش ان هو، لا بالعكس ممكن. اه مش، لا مش كومون، مش هو يعني الحاجه الاكثر شهره، بس ممكن تيجي يعني نحطها في دماغنا. تمام. طبعا في الاخر لاب انفستيجيشنز، وممكن نحتاج ان احنا نعمل بايبسي، ولو ان البايبسي هنا مش سبيسيفيك قوي بس برضه يتعمل. اوكي. عشان ايه، تاكسكلود الحاجات التانية. لو انت فكرت في السورايسز هينفي لك السورايسز، هينفي لك السيفلس، هينفي لك السيفلس طبعا بتست، مش محتاج ان انت تعمل بايبسي. ايه التست اللي هنعمله عشان السيفلس؟ ها، هل ده VDRL سبيسيفيك؟ VDRL في دي ار ال سبيسيفيك. طب ايه لا بتاع لا ايه نون سبيسيفيك؟ سبيسيفيك الأول تي بي اتش اي الويب بيسموه التافه. ايوه تريبونيما بيضاء مهمة بيسموه جلوتينيشن. التافه تيست. ماشي. اوكي. فاحنا هنعمل انفستيجيشنز لو احنا شاكين في سيفلس. اوكي. الحاجه الثانيه احنا قلنا البي ار بي طبعا بايوبسي، هي والسورايسز هيفرقوهم، السيبوريك ديرماتيتس برضو نفس الشيء برضو بالبايوبسي، بس اللاب انفستيجيشنز مهمه جدا عشان اكسكلود السيستميك ال اي. تمام. من الايه، من الحاجات اللي احنا قلناها دي هنعمل ايه بقى؟ انتي نيوكلير انتي بود انتي نيوكلير الاول. انتيبودي. انا بالظبط كده، اول حاجه ستيب نمبر 1. تمام. بس قبل ما تعمل انتي نيوكلير انتي بودي، هو عندك في المستشفى الحكومي وانت شفته تقدر تعمل له حاجه موجوده في المعمل بتاعك، مش محتاج تبعته بره. الاي اس ار عليك نور، سي بي سي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا شباب احنا وصلنا لفين قبل ما يقطع؟ وعليكم السلام ورحمة الله. كنا بنتكلم عن ايه؟ احنا اللي كنا بتعمل بنقول نعملها هنعمل اس ار اي وسي اس بي سي، ار. هنلاقي ايه هنا وهنلاقي ايه هنا؟ هنلاقي فيه تمام. ليكوبينيا احنا لو وانيميا. عايزين سيستميك ال اي احنا هنلاقي ليكوبينيا وانيميا وثرومبوسايتوبينيا. تمام. ده اول حاجة. وبعدين في الاي اس ار تمام هنلاقيه عالي بس اقل من 100. برافو عليك. مية تمام. بعد كده بقى نعمل ايه، اول حاجه طبعا الانتي نيوكلير انتي بادي وباثولوجي طبعا، بس هخليكم نشوف الانتي نيوكلير انتي بادي طلع عنده بوزيتيف. تمام. يبقى احنا كده بنتكلم على سيستميك الاي، او يعني احنا بنتكلم على كونكتيف تيشو ديزيز مش سيستميك الاي بالذات. الباثولوجي حد يقول لنا بقى شايفين ايه؟ في يا دكتور بيري فاسكولار لمفاوضيتك برافو، انفلتريت مع وبيري ادينكسيل، ثينينج اوف وفي الابيدرمس، اتروفي او ثينينج اوف الابيدرمس. اتروفي في برافو عليك. الابيدرمس. تمام. طيب يبقى احنا المفروض الكرايتيريا اللي احنا بندور عليها يا جماعه في السيستميك ال اي اي، طبعا كونستيتيوشن يا جماعه. سكوب، سكوب ربنا يكرمكم. المره دي مين اللي بيتكلم؟ لميس؟ في دكتورة مرحبا اسمها بدار. منى دويدر. اوكي.
الكونستيتيوشن زي الفيفر، ودي بيدوها 2 بوينتس. الهيماتولوجيك اللي احنا قلنا عليهم ده كل واحد لها بوينت معين، ونيورو سايكايتريك، ديليريوم، سايكوزيس، سيجرز، كل حاجه لها سكور من البوينتس. ميكوكوتينيوس نون سكورينج الوبيشيا، ما كانش في عنده اورال السرز كانت موجوده، دي بتاخد 2 بوينتس. سب اكيوت كوتينيوس او سب اكيوت او ديسكويد ال اي، والاكيوت كوتينيوس ال اي طبعا مع الكارما الاديما يا جماعه، السيروسايتس اللي هو بقى سواء بريكارديال افيوجن او بلورال افيوجن او كده، ده المفروض طبعا يتعمل له ايه؟ سي تي. اوكي، والرينال افكشن والجوينت افكشن، تمام كده؟ اوكي، يعني ده الايه الريسنت ايه الكرايتيريا عشان نشخص بيها السيستميك الاي. طيب خلاص، التريتمنت طبعا بتاع سيستميك تمام ده مش بتاعنا، بس you can give the patient a topical و systemic anti-malarial okay و avoid a sun exposure، وده لازم تحوله على حد immunology لأنه مش بتاعنا زي ما اتفقنا. طيب ال next case 51 years old male lesion على ال face of 2 months duration و itchy. ليه بقى؟ دي مع حضرتك عشان الايتشنج وان هو رف السان بيبر لايت والتيل بتاع الديمو ديكس اللي هو الرف ظاهر شويه، بس في اريثيما برضه، في اريثيما، بس هو السان بيبر لايت سكين ده مع الاريثيما ده بتاع الايه الديمو ديكوز. طيب نتكلم ايه، نبص على يا جماعه حد برضه صوت مين؟ دكتور رفعت ولا مين؟ ولا مين اللي عامل صوت؟ لا لا مش انا، لا والله ما عنديش صوت خالص، انا مي ما عنديش صوت. اوكي اهو سكت، مش كده؟ ما انا بدور مين صوت خليجي يا دكتور عشان نقفله. طيب الدرموسكوبي بقى، حد يقول لنا شايفين ايه؟ التيل سبايكس. طيب يبقى الدايجنوزز دي موديكوزز. طيب التريتمنت مش عايزين بقى نطول. ايفرميكتين توبيكال كمان. اوكي طب قول هي ممكن تعمل ايه دي موديكوزز؟ ممكن تعمل فول سكيلز، ريدنس، سنسيتيف سكين، اتشنج، ممكن تعمل بليفرايتس او اي درماتايتس. طب لو جت في الاي هنعمل لها ايه؟ هنعالجها ازاي؟ اويل اللي هو اوليف اويل شامبو ونتعج بيه الاي لاشز كده لغايه ما ايه، ما الديموديكس نفسه المايت نفسها تموت. اوكي يعني هي يا جماعه في صوت مع سعود ده، انا هقفل صوت معلش يا دكتور سعود. اوكي طيب اوكي، يبقى التريتمنت زي ما قلنا سيستميك وتوبيكال. هي لو بس مش عندنا حاجه في الاي لاشز ممكن نستخدم البيبي اويل، البيبي شامبو، نعمله كده بالراحه على الايه على الجذور بتاعه الاي لاشز، وبعد كده نحط اي توبيكال كريم من الحاجات اللي ايه بتتحط في العين ده. بس حبيت اوريكم الباثولوجي بتاع الديموديكوزز، هنلاقي فيه الديموديكس موجوده في الهير فوليكل تمام، او في الادنكسل ستراكشرز يعني، وهي اصلا على فكره كومنسل، بس لما بتزيد في العدد احيانا مع الايه الاميونو ديفيشنسي او الناس اللي بتستخدم توبيكال ستيرويد في لفترات طويله ممكن ده يحصل لها يعني. طيب خلاص اوكي نيكست كيس عشان برضو ايه نختصر الوقت. مين معايا؟ حد ما عندوش دوشه؟ مين؟ دكتور ماجد نزل. دكتور طيب ماشي يا دكتور محمد ادخل مع حضرتك. ده كان 25 years old male والليجنز اللي عنده دي اسيمبتوماتيك وديفلوب 2 years ago. خلينا نشوف بقيه الايه الصور. تمام الباك الشست كلوز اب فيو. وات دو يو ثينك؟ تمام هي كونفلوينت اند ريتيكولت بابيلوماتوز، مش حاجه ثانيه يعني. لو هنحط ديفرنشال هنحط ايه تاني؟ احط معاها تي في سي، احط دارير، برورايتس منتوزة. التفكير الصح من اوله كده لاخره. تمام برافو عليك، عشان الديستريبيوشن اللي جاي في السيبوريك ارياز بيهايند ذا اير اند دارير. تمام وقلت ايه تاني يا دكتور محمد؟ قلت كونفلنت اند ريتيكل بابيلوماتوز، وقلت التي في سي عشان الكلر وعشان الديستريبيوشن برضو. ليه كونفلنت اند ريتيكل بابيلوماتوز؟ بالظبط
ليه إيه كونفرنت حضرتك؟ معلش سوري دكتور غدا، ما ليه سمعتش انت حضرتك. رجحتها في الاول؟ اول حاجه عندنا بالنسبه بالهيستوري بيبقى لونج برافو، شويه، بالنسبه برضو للسايت اوف ايوه ديستريبيوشن، المنظر ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر ففي اللي منظر. قدامنا هي اوكي، يعني وكواليسنت انتو بلاكس وهايبر هايبر بيجمنتد بيجمنتد. وعامله ريتيكوليت ان ديستريبيوشن. اوكي، هي طبعا مور كومن ان فيميلز ويانجر ايج شويه، بس عشان كده انا جايبه لكم الحالات النهارده كلها غريبه. يعني ميل هو اللي جاي عنده سيستميك ال اي، والميل هو اللي جاي عنده كونفلوينت اند ريتيكول بابيلوماتوزز، والايج اكبر شويه من الايه، من الايج اللي احنا متعودين نشوفه. طب ايه الكوز بتاع الكونفلوينت اند ريتيكول بابيلوماتوزز وايه التريتمنت بتاعتها؟ هنا ما فيش انفستيجيشنز يا شباب، لو من عملنا السي باثولوجي المنظر بيبقى ايه، سورايسي فورم شويه وذ هايبر كيراتوسس واكانثوسس وكل الدنيا دي، بس ما فيش طبعا اي انفلاماتوري انفلتريت. وده بس لو انت شاكك في دارير، يعني احنا هنعمل القصه دي بس لو احنا شاكين في دارير، لان الدارير طبعا له سبيسيفيك باثولوجي اللي هو فيه ايه بقى دكتور محمد؟ ايوه رودز اند اند جرينز جرين وروزن كوز، ايه في ايه؟ ايوه، لا كالسوريتك باثولوجي ديسكاتوز كلينيكال كلينيكال هو نفس المنظر ده، ديرتي وارتي بابيوز، هيبقى فيه ايوه بابيلوماتوزس ده انتراديرمال كليفت، انتراديرمال انترا كليفت كليفت كل حاجه. بابيلوماتوزس اوكي طيب، انترا ديرمال كليفت يبقى كده احنا استبعدنا الدارير بالباثولوجي ده. طيب انت كنت بتقول لي بقى ايه التريتمنت بتاعه وايه الكوز بتاع الكونفلت اند ريتيكلت بابيلوماتوزس؟ الايتيولوجي بتاعه يعني انكلير شويه، بس يعني ممكن في انتر اكشن لا هو مثلا دلوقتي ابنورمال بيقول انها كيراتينيزيشن، بكتيريال ان اوريجن ممكن وال وبها ديس دايسيزيا بتزيان بابيل ماتوزس، وده جرام بوزيتيف ايروبيك اكتينومايس مايسيت، واحده من اكتينومايسيتس، وبالتالي تريتمنت هيبقى انتي بايوتيك وموستلي هيبقى من الازيثروميسين او الاريثروميسين او الاريثروميسين بالظبط مينوكسيسين كده، او مينوسايكلين بس من افضل مينوسايكل، الامينو جلايكوسايزين. طيب توبيكال ريتينويد عشان ممكن تحسن توكل الكالسيوم، ريتينويد. اه بس اللي عايز، وبعدين ادي التوبيكال ريتينويد معايا يعني. اوكي طيب النكست بقى، لا ممكن يا لازم دكتور برضه احنا كنا سيستميك بنقول انتي زمان ان فانجل. هو البيتروسبورم هو السبب، وكنا بندي لا السيستميك انتي فانجل والتوبيكال، الحقيقه كانت بتتحسن بس بترجع تاني، بس ريسنت فعلا مع الموضوع الانتي بايوتيك يعني الليجن بتختفي تماما. اوكي وجربوها بقى لما تجيلكوا حاله. طيب النكست كيس يا تمام. شباب، مين معايا؟ حد بقى غير دكتور محمد؟ احنا يعني فرمناه يعني. ماشي يا دكتوره بس ممكن مع دي حضرتك 32 years old lady lesions of 1 month duration. تمام. طيب هو حد مشغل القرآن جنبه يا جماعه؟ تمام يا دكتور. هو في يلا حالة خلاص تمام. وفاة جنبي مضايق حضرتك، ممكن اوكي حد انا بس عشان الشباب يسمعوا. تمام اتفضلي يا بسمه، استني بس خلينا ايه نشوف الصور كلها وبعدين احنا اعمل، عندنا يعني يا الاول دكتور اهي اول صورة تمام اتفضلي. كده بس. ها اتفضلي بقى يا دكتورة بس. تمام عندنا اريثيميتس بلوكس برافو. وعليها ليكس اوف باستيونز موجودة بايلاترال على الثايز، اه بالظبط وفي كده، كمان في الاورا النهارده اليوم العالمي تقريبا للاورال. ميوكوزا. ماشي اوكي الديفرنشال بتاعي يا دكتور بوستيولار سورايسز، جنرالايزد بوستيولار سورايسز طب احنا او كلينيكالي كده اجلب. لما نشوف الاورال ليجنز دي هنمشي مع الباستيرال سورايسز ولا هنمشي مع الاجنب؟ بالظبط كده، يعني دي ربنا بيحبك وجاب لك مع الاورال الأجب ليجن أكتر عشان يقول it لك involves يا ميوكوزا دكتوره أكتر. بسمه this is not pastoral psoriasis. اوكي اوكي besides احنا طبعا دي اهم حاجه هتحطيها في الديفرنشال بتاعه الاجب. تمام بس عشان نبقى يعني الدنيا واضحه، عندنا حاجات تمام يا كلينيكال دكتور. لازم ناخد بالنا منها، ان الباستيرال سورايسز الجنرال كونديشن بتاعه العيان بتبقى عامله ازاي، باد، انما في الاجب الكونديشن بتبقى جود، بتبقى يعني باد الدنيا general مش اه condition. يعني اوكي. الهيستوري هنا جود هيبقى ايه جدا. والهيستوري هنا هيبقى ايه؟ الأجب هيبقى لا عندنا الوتر هيبقى history of acute في الاول، ده penicillins هيبقى مثلا acute أو في البوستيرال سورايسز، غالبا كيفالوسكوبين هيبقى فيه old lesion of psoriasis او erythrodermic psoriasis، يا plaque يا erythrodermic غالبا. اه انا مش هقول لك ان ما شفتش تمام حالات بوستيرال سورايسز
دينوفو من البدايه، اوكي؟ بس في الغالب يعني ربنا هيكون بيحبك وهيبعت لك عيان عنده سورايسز في الاول، وبعدين جاله بعد كده باستلر سورايسز نتيجه اي انفكشن اخده او اي مشكله عملها، اتعرض لستريس، اي حاجه بقى دخلته في باستلر سورايسز، او اخد مثلا ستيرويدز او كده، اوكي؟ فدخل في باستلر سورايسز. تمام. الحاجه تمام الثانيه ان احنا تمام زي ما قلت لك الاورال ليجنز دي هتخلينا نستبعد الايه؟ الباستلر سورايسز. بس yes this is the most suitable differential diagnosis في حالات الأجهزة. اوكي طيب اوكي طيب الانفستيجيشنز اللي هتعمليها تمام ايه والمانجمنت؟ يعني الأجهزة هي مش محتاجة بس انا ممكن انفستيجيشنز، اخد يعني بايوبسي لو بيبقى انا شاكك سبري لسه في خلاص البايوبسي. وبندي طب هيبقى الفرق ما بينهم ايه؟ بالظبط بالظبط، او نعمل سي بي تي. ال posterior stresses لو عملنا اي اس ار وسير اكتف بروتين هيبقى عالي، لو عملنا سي بي سي هيبقى في انيميا، ممكن نعمل ليفر فانكشن بيبقى فيه هايبو بروتينيميا، ممكن العيان يبقى فيفرش برضو. طبعا بيبقى الهيستوري بقى ان هو كان واخد اريتنت دراج او سادن وذدرول اوف كورتيكوستيرويد، لكن ماشي. الأجب مش طيب بنعمل يبقى احنا انفستيجيشنز. المين الكويستشنز او الهيستوري اللي احنا هناخده عشان لو احنا شاكين في أجب هنسأل على اي دراجز اكتر حاجه مشهوره؟ البنسلين والكيفالوسبورنز. برافو عليك. البنسلينز طيب والمانجمنت والكيفالوسبورينز. الاول الباثولوجي يا جماعه، انا بس عايزه ابوينت لحاجه ان الباثولوجي بتاع الأجب الاثنين برضه في ديفرنسز. اوكي الباثولوجي بتاع الباستيريو سورايسس تمام يا دكتور. زي ما احنا عارفين طبعا انه هيبقى فيه ايه؟ مايكرو ابسيسيز اوف كوجوز، الكوجوز وهيبقى موست مايكرو لايكلي ابسيسيز هتبقى اوف ايه؟ كوجوز و هيبقى فيها ايسينوفيلز وهيبقى نيوتروفيلز. انما في الاجب هنلاقي معنى نيوتروفيل في ايسينوفيلز وهيبقى فيه شويه سبونجيوزز، بس زينوفيل بالاضافه ان احنا مش هنلاقي ايه دي اكيوت كونديشن تمام بتحصل فجاه، فهنلاقي الكيراتين بتاعها عامل ازاي؟ باسكت ويف. انما التاني طبعا هيبقى فيه ايه الباراكيراتوز باسكت المعروف ويف. اللي بيبقى موجود في السورايسس. تمام كده؟ اوكي طيب يلا. والاجب بتحب الفيس بس هي الأجهزة كانت بتاخد الفيس. الفيز برضه. تمام اتفضلي. بس هي دي كانت جايه على اللور ليمس بس ما كانتش لسه اكستندد، يعني هي جت بدري. ها انت هتعملي ايه بقى ليه العيانه دي؟ of the if offending الأجهزة طبعا أول offending drug حاجة وبعدين withdrawal of ندي the offending drug، كورتيكوستيرويد. بندي بالظبط كده، برافو عليكي، كورتيكوستيرويد وهو هيتحسن لوحده. اوكي اهم حاجه بس ان احنا نايدنتيفاي الدراج appointment اللي one عمل المشكله ون ويدرو ات. اوكي طيب بس كده تمام عشان بس ما نطولش. ها النكست تمام كيس يا يا جماعه، دكتور. لسه عندنا 3 حالات، 4 كده، 4. حد تاني بقى؟ طيب يا دكتور محمود اتفضل. محمود دي ها لا مع طيب حضرتك 42 years old female lesions اللي مع عندها هي حضرتك asymptomatic of 6 months duration و increasing in number. تمام نشوف الصور وبعدين علق لي انت عليها. ده close up view، ده حتى even الايه ال forearms عندها، بس lesions كانت smaller شوية عن الباقيين، عن اللي على ال trunk يعني. هو انا شايف يا دكتور ان في يعني زي بينك كده او كلوز. بينك برافو شيلو كده تمام بابيولز ورابتر على برافو. الترانك وعلى الاكستريميتيز، فماي برافو عليك. بروفيشنال طيب فاكر دايجنوزيس كده الفاشل هيكون برضو فيه رابتر ايه؟ زنسوما. هي الكالر هنا باين قوي في الكلوز اب فيو، يعني كلوز اب فيو هنا باين ان هو يلوش حط ريد ديفرنشال ان كالر او يلوش براون ان كالر. هتحط ايه بقى ديفرنشال تاني؟ differential diagnosis احنا اصلا ممكن لازم يكون نقول بقى بقى مين اللي ملتقم، مش. طب ماشي ماشي اوكي ممكن يكون ماشي. هو في سن امبليكيتد اهي الدكتوره قالتها من شويه، قالت تمام ساركويدوزس. ممكن تمام لو قلنا histocytosis بابلر ساركويدوزس هتمشي، مش هقول لك لا. sarcoidosis صح. وات ايلس؟ ممكن اللي هي ال eruptive جرانيولوما انيولار او رايزد اللي اللي هي هو ال ايه بس generalized. يعني ماشي اوكي. هي بتيجي بابيولار اللي بتبقى جنرالايزد بس ساعات بتيجي ماشي اوكي بابيولار ماشي. ايه تاني؟
ممكن اللي هو ال تي بي مثلا، اللي هو النوع اللي هو مليار اسمه تي بي؟ مليار تي بي، او لا اللي هو تصبر، اللايكن بس انت كنت سكروفيور بتخطط زوران. بعيدة شوية. طيب بس انت كنت ماشي حلو قوي. لا ما هو قال، ممكن إيراب زنثوما، بسانتوما، هو قال إيراب بسانتوما، ممكن زنثوما ديسيميناتا، إيراب فيسانتوزس، ممكن بسانتوما إيرابتو هيستوسايتوزس، ماشي تمام، ممكن زنثوما ديسيميناتا، ماكيلاريس ممكن إيرابتيفا بريستانس، بس ترانجكتيزيا هي عادة هي مع ميكيولاريس تيلانجكتيزيا، بس ماشي ممكن تتحط. بريستانس اوكي بس استنى، بس انا عايزه اعلق الاسكلوفلوسورم بس. هو تمام. بس يا دكتور البرايمري ليجن هنا ده بيبقى بيقول موستلي بتبقى فين، على الاكستريميتيز ولا على الترانك؟ اوكي الاسكلوفلوسورم على الترانك. هو انا اعرف ان البابيلو نكروتيك بتيجي على الاكستريميتيز، طب لكن نراجعها تاني، السكروفيولوزرام بتيجي على انا الترانك والبوكسنا نراجعها اكستريميتيز. تاني، لان انا فاكره انها بتيجي اكتر على الاكستريميتيز، بس نراجعها تاني مفيش مشكله، ممكن اكون انا ناسيه. اوكي طيب، بس بتبقى ايه السنتر بتاعها؟ يبقى نيكروتيك. اوكي، لان احنا عاده كل اوكي حاجه هتبقى فيها تي بي هتبقى فيها ايه، نيكروتيك في الميدل كازيشن او نيكروزس. تمام، ده مش موجود هنا كالكلوزس او فما كازيشن. تخليهاش، ما تحطهاش هنا بليز، يعني عشان بس ايه ما تدخلش نفسك في قصص. اوكي تمام. إيه طيب، يبقى احنا هنعمل ايه بقى؟ طب انا دلوقتي حطيت حاضر. كذا حاجه في الديفرنشال دايجنوزس. ممكن كمان نقول ايه ايرابتيف ايه سيرنجوما مثلا. تمام، ممكن نقول ايرابتيف سيرنجوما، يعني هي مش ماشيه قوي بس يعني. اوكي طيب، ايه اللي هنعمله عشان يعني نوصل لدايجنوزز مع بعض كده؟ احنا بنفكر يعني، بما ان انت فكرت في التي بي فلازم هنقيس نفكر في التشيست الترايجل اكس راي، سايدز. وبرده بما اننا قلنا ساركويدوزز يبقى التشيست اكس رايز از ان انديكيشن. ايه وهنعمل ايه؟ انت قلت ترايجلس رايز طبعا، كوليسترول ترايجلس رايز. اوكي، وايه تاني؟ الايرابتيف زانثوما عموما، لو احنا قلنا تمام الايرابتيف زانثوما بتيجي اكتر مع الدايابيتكس، يبقى نشوف الايه الجلوكوز. طيب اوكي، اوكي الدرموسيتي بتاعها اهو ده ايه بقى؟ ديسكاريشن مع انا شايف الكلوريفيس سنترال يلو يلوش مثلا اللي اكتر بتيجي مع ستراكشر الزانثوما. وحواليها اريثما. الباثولوجي اوكي فومي هيستيوسايتس، اهي فومي هيستيوسايتس، يعني هي جرانيلوما فورمد مينلي اوف، وقلنا الجرانيلوما ليه؟ الهيستيوسايت عباره عن النيوكليوس بتاعتها اللي احنا شايفينها دي، ايه لارج فيزيكولار وذ فيزيبل نيوكليولس، والسيتوبلازم بتاعها فومي، فدي زانثوما. طيب التريتمنت، طبعا تريتمنت اوف ذا كوز، احنا عندنا كوليسترول او ترايجلسرايدز عاليين والعيانه دايابيتك، لازم العيانه تتعالج. اوكي طيب، النكست كيس بقى بسرعه، 34 years old female، الكونديشن تمام. started 1 year ago، نراجعها الاول نشوف الصور بتاعتها. سيستميك سكلروزز سيستميك دي ولا روز سكلروديرما؟ سيستميك سكلروزز كريست؟ حاجه من الاثنين. تمام، كريست انا او اخدت سيستميك بريك سكلروزز ده دراستي انا في اخذت البادي. تمام، يعني اشوف الايه السكليروزز اللي موجود بالاترال بس ولا جاي كمان ايه مور بروكسيمال، يعني انا عندي اكرال اهو. اوكي، وذ لوس اوف ديجيتس. تمام، وايه تاني؟ شيلدرينز اللي عامله لنا ايه الهيموراجيك بولي دي. تمام، وعند السرز نكروتيك السرز اهي. اوكي، بس واضح قوي ان هنا في ايه سكليروزز في الاكرال سايتس، لو شفتها في البروكسيمال ارياز، يعني مثلا على الترانك او على البروكسيمال اكستريميتيز برضو. اوكي، يبقى انا كده بفكر في سيستميك سكليروزز، بس هي لوكالايزد في الاريا اللي انا جايبها لكم دي بس. ونوتس ده ايه ده؟ تيلانجيكتيزيا دي باينه ولا لا؟ والماوث والماوث له شكل معين كده، ماتت دي الكاروز اللي موجوده. برافو عليك، بيقول اسالها الحوار على ده الهيستوري اللي ممكن ناخده منها، نعرف منها الدنيا ماشيه ازاي بالظبط كده. لو في عندها اسفيجيا، ديسفيجيا يعني معناها في اسفيجيا هيستوري اوف ديسكتاليتي، ديسفيجيا. يبقى احنا كده جبنا كل الايه الفايندنجز بتاعت الكريست. الكريست عباره عن ايه؟ سي 4 كالسينوزز، which is apparent mostly لما انت تيجي تنشك تلاقي في هارد، او كالسينوزس لما تعمل chest x-ray، قصدي سوري لما تعمل x-ray على الليجنز يعني. اوكي، ممكن ما تبانش كلينيكالي وتبان بالاكس راي. تمام، والار 4 رينز،
والاي 4 اسوفيجيال ديسموتيليتي، رينال كارسينوما والاس 4 سكليروزز which is جلد اكرال، والتي 4 تلانجكتيزيا. تمام كده، سكيلور دكتور. طيب برافو عليكم، انتوا شاطرين. طب ايه الانفستيجيشن اللي هنعملها عشان دكتور يا جماعه مين اللي بيتكلم ده؟ نعمل انا انت ونعمل انا المصدورة دي ها. طب بس خلينا نكمل وبعدين اسالي. دكتور، اتفضلي. بس الانفستيجيشن اسالك. الثانيه اللاب غير الانتي نيوكلير انتي بادي نعمل ايه؟ طيب انت انتي اس ال سي 70 عشان تو اكسكلود انتي السيستميك. طب في سنترومين حاجه بقى سبيسيفيك لل 70 انتي اس اس ال انتي سنترومين سيستميك اكتبها. طب عايزه اسالي عن ايه بقى؟ اتفضلي. سنترومين انتي سنتروميريك. دكتوره غاده لميس. صورة الوجه، اجيب لك صورة الوجه تاني. لميس صورة الوجه. طيب في عند الفورهيد، الفورهيد والنوز في شوية شايني، انه كأنه مشدود. هو ده مع ال لا من هو بصي احنا السكليروس ده اللي ياخد ابيرنس، السيستميك ولا سكليروزز. ملوش دعوة تمام، ملوش مش علاقة؟ ان هو يبقى افكتنج الفيس، السيستميك سكليروزز ان هو يبقى افكتد الترانك، البروكسيمال ترانك. تمام، يعني لما تلاقي في سكليروزز على الترانك والبروكسيمال اكستريميتيز كده انت بتتكلمي مع تمام. السيستميك سكليروزز، انما الكريست بيبقى فيها افكشن في الفيس. هو طبعا الشكل ده، الفيس مشدود طبعا. تمام، اللي هو اللي بيبقى التجاعيد المشدوده، الدنيا الفيس الشايني ده، ايوه طبعا مع السكليروزز. اوكي، بس هو بيبقى ايكرال. ايكرال يعني ايكوالز الفيس، الهاندز اند فيت. تمام تمام كده، تمام كل دي بنعتبرها ايكرال ارياز. طيب بس برافو، انت ملاحظتك قويه. تمام، تمام النكست كيس بقى انت خليكي معانا بقى دكتوره لميس. ماشي اوكي. ده 54 years old male، طيب lesions due of 6 months duration, changing in position and shape, and lesions are itchy. وده الكلوز اب فيو بتاعها. What do you think؟ الاريثيما برافو عليك. اسمها ايه ماجيناتال بقى؟ شمال باراني بلاستيك ارتيما جيراتم ريبنز مايجريتوم. ارتيما جيراتم ريبنز. تمام اوكي برافو عليك. ارتيما جيراتم. طب ايه تاني ممكن؟ انا حطيتها لكم في الديفرنشال هنا عشان بس نختصر الوقت. تينيا امبريكاتا. تمام، هي بتدي نفس المنظر تقريبا اللي هو زي جذوع الشجر. اوكي، بس اللي اجينست اللي هنلاقي الجنرال كونديشن هنا باد، الايج الليت اونست، لو في معاه اي سيستميك مانيفستيشنز. تمام، الليجنز اتشي برضه هتبقى اتشي مع الايه؟ مع الفانجس. تمام، بس عاده هي مش بتشينج اتس بوزيشن وشيب مع الفانجس، لا هي هيبقى شكلها وودي لايك كده بس مش هتشينج. يعني كلمه تشينجينج ان بوزيشن اند شيب دي والديوريشن الطويله شويه. تمام، والاولد ايج للبيشنت هيخلينا نفكر اكتر مع الاريثيما جايراتم ريبنز اللي هي بتيجي اكتر مع ايه؟ يعني بتغير مكان، لا هي يعني المكان بتكبر، بتظهر من مكان بتوسع ثاني. تاخد مكان اكبر، معلم يعني مايجريشن في الايدج بتاعتها. فاهماني؟ تتحرك من مكانها الايدج دي لمكان تاني، تبقى تقريبا 1 سنتيمتر او تمام. طب ايه بقى الكومن، انت قلتي انها باراني بلاستيكا، طب ايه الكومن تيومر اللي بيجي معاها؟ ريسبيراتوري. بالظبط كده، لانج كانسر. طيب يبقى الانفستيجيشنز اللي احنا هنسال عليها ان احنا نعمل له ايه؟ سي تي تشيست، او على الاقل اكس راي تشيست، وبرضه نعمل له سي بي سي، والاي اس ار اكيد هيبقى اليفيتد، وهنعمل كي او اتش لو احنا شاكين في الامبريكاتا. ويعني بقيه الانفستيجيشنز ممكن نعمل بايوبسي، هنلاقيها ايه؟ انيلر اريثيما، مفيش حاجه بتبان يعني غير انها شويه اريثيما ولمفاسيتك انفلتريت بيريفاسكولر بس، ومش عايزين بقى نطول في الكلام ده. طيب نجيب بقى اخر حاله عشان نروح ننام. همين معايا؟ نمتوا كلكم؟ لا ليه خايفه؟ ليه يا اسراء؟ دكتوره اسراء علينا حد يا جماعه؟ تدخل بس خايفه. حد اتعض من اللي اتكلمه؟ دكتور محمد انت اتعضيت؟ ربنا يكرمك. طيب تعالى بقى يا اسراء. دكتوره غدا، ده شرف لينا كلنا والله يا دكتوره غدا، ربنا اوكي. يبارك لحضرتك. ده 4 هيتعب years old حضرتك. او دي 4 years ماشي old ماشي girl تمام حضرتك. lesions of 2 months duration على الفيس زي ما انت شايفه، هوريك الصور كلها وبعدين نتكلم. تمام، dorsa of the hands، ورا الجوزه تاني بصينا عليها كده، بصي عليها dorsa of the feet،
front of the thigh, back of the thigh, legs again. What do you think? هو في bilateral lichenoid babule. طيب فيها بشمبك ليه لايكينويد؟ يعني ليه لايكينويد؟ اللون اللون فيوليشيس وبولش. هي فيوليشيس اهي وبيربل او بيربل تو فيوليشيس ان كلر وبوليجونال تمام. وايه تاني؟ ها شايني اهي قدامك صح. طب ليه مش لايكن يعني؟ اهي مش طيب ماشي اوكي معاك. ما انا هقول بقى التشخيص لايكن ده. لا بصي كويس ماشي. وفي اورال ليجن بصي اه في كويس. في في كده ال في اورال ليجن؟ ما فيش اورال ليجن. طب انا مصوره البق هنا ليه يعني غلسه؟ لا ما فيش. عشان اتاكد ما فيش اورال ليجن، لان هي هنا دي بالنسبه متأكد لي ان انا مفيش اورال ساين ليجن؟ لحاجه، عايزاك تفكري فيها كده. طب قولي لي البابيوز دي شكلها عامل ازاي؟ ممكن يعني أتبدل بالظبط. هو الديستريبيوشن بتاعتها بايلاترال ماشي، بس عامله ازاي؟ يعني اغششك. ايوه كواليسنت، عليكي نور، عليكي نور، برافو عليكي. كواليسنت في هل جزء منها اللايكنج بيبقى كواليسنت. كواليسنت؟ امال بيبقى عامل ازاي؟ لا ديسكريت. طيب كونه كواليسنت ومفيش اورال ليجنز ديسكريت كده. والمنظر بتاعه زي ما انت شايفه كده، اوكي. ايوه عليكي نور، برافو عليكي. طب اتاكد ازاي ممكن بقى ان لايكانويد الليجن دراج مش ايربشن لايكن؟ بقى. وبسرعه لانه الرابط قرب يفصل. اتاكد ازاي غير ان مفيش اورال ليجن؟ ها يعني هي اولا ديبر مفيش ويكام بيجمنتيشن سترايا؟ لو انا ببص ومفيش لورا، اورال برافو ليجن عليكي، ومفيش اتشطر. ويكام سترايا طب لو ايه شفت تاني؟ بالدرمسكوب. شفتي بقى ما تخافيش اهو. Which بتبقى is شوية لو أنا ليكو عملت مفيش. باثولوجي بقى هلاقي في حاجات مميزة لللايكنويد دراج ايربشن ده. ايه ده انت ممتازة. الباراكروتوزيس مش موجود في اللايكن بس موجود في اللايكنويد، برافو وموجود عليكي. ايه وموجود تاني؟ ايزينوفيل في اللايكنويد ومش موجود في اللايكن، وبيبقى ويبقى في سبورجيوزس الانفلتريشن في شوية بقية اللايكنويد سوبرفيشال ولا مش موجود في اللايكن؟ يعني في اللايكن تمام، بالاضافة للهيستوري بقى. في اللايكنويد طب ما انت وسبونجيوز. ممتازة اهو يا اسراء، امال خايفة من ايه يا بنتي؟ تمام. لا لا برافو عليكي ما شاء الله. تمام زي ما انت قلتي كده، يبقى في باراكيراتوزس وده ما بيبقاش موجود في اللايكن، اوكي. هيبقى في سبونجيوزس وده مش موجود برضو، وهيبقى في شوية ايسينوفيلز، اوكي زي ما احنا شايفين كده زي ما انت قلتي. الاسينوف البريزنس اوف، هيبقى فيه لينفوسايتس برضو، ويبقى فيه برضو باند لايك انفلترت وكل الكلام ده، بس هتبقى الاسينوفيلز موجوده، اوكي. يبقى ده لايكينويد دراج ايربشن، برافو عليكي يا. طب التريتمنت ايه؟ ايه اشهر دراجز اصلا بتعمل لايكينويد دراج ايربشن؟ اغششك. ها في دايوريتك بس هي طفلة مش ما اعتقدش ان هي تاخد دايوريتك، وفي الانتي مالاريان وفي سبايزايد النونستيرويدز، اوكي مهم في قوي، الجولد اوكي. الانتي كونفالسنس لو هو او الطفل او الطفله ده عنده كونفالجنز، او اوكي. الانستيت. لو حد بياخد تريتمنت لتيوبركلوزز، الانتي فانجلز من الحاجات الكومن انها تعمل، الانتي مالاريالز اللي احنا بنديها برضو كتير، السلفا دراجز تمام، الميتلز زي بس يعني الميتلز جولد والسولس والكلام ده دلوقتي مش كومن يعني يوز، اوكي. فهي دي والتترا سايكلين من الايه انتي بايوتكس. بس يا جماعه انتوا والله ما شاء الله عليكم، وان شاء الله ربنا يوفقكم. انا معلش ده اخر مراجعه لان انا ظروفي الفتره اللي جايه كده ملخبطه، فان شاء الله ان شاء الله كده ايه بعد الامتحان كده نرجع تاني ايه ان شاء الله رب العالمين، ايه نستأنف اللي لسه ما كملش، بس ان شاء الله كلكم ناجحين ان شاء الله رب العالمين. خلاص يا شباب هيبقى في اول اتنين ان شاء الله بامر الله رب العالمين، الامتحان امتى بالتوفيق يا لكم دكتور؟ جميعا في امان الله. اللي عنده حد عنده اي سؤال؟ يا رب ان شاء الله. شكرا يا دكتور، شكرا حبيبي يا لحضرتك. شباب، يلا اشوفكم على خير، مع السلامة. مع السلامة. يعطيك العافية دكتورة. شكرا يا دكتورة غيبة. شكرا.